تمتلك إيران مجموعة متنوعة من الصواريخ، لكن ما يبرز منها هذه الأيام هي تلك التي يتعدى مداها 1000 كيلومتر، وهي أقل مسافة بين إيران وإسرائيل. وفق تقارير إسرائيلية وتقديرات أمريكية، فعدد هذه الصواريخ يتجاوز 3000. تمتلك إيران 9 نماذج صاروخية يمكنها الوصول إلى إسرائيل: شهاب 3 وعماد وقدر وسجيل ومنظومة خرم شهر التي يصل مداها إلى 3000 كيلومتر. وتمتلك إيران أيضاً صواريخ كروز ومجموعة كبيرة من الطائرات بلا طيار، أبرزها طائرات شاهد 136. الفرق بين الأسلحة الإيرانية بعيدة المدى هو التباين في الدقة وحجم التدمير، والأهم زمن الوصول. الصواريخ البالستية تحتاج إلى 12 دقيقة، أما صواريخ كروز فتحتاج إلى 2 ساعتين و9 ساعات للمسيرات. ويبدو أن إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة قد استعدت جيداً لمواجهة تلك الصواريخ. لقد كنا ثابتين للغاية في إثبات أننا سنقف وندافع عن إسرائيل ليس فقط بالكلمات بل وبالأفعال. في 13 أبريل عندما أطلقت إيران 300 صاروخ وطائرة بدون طيار، كان لدى الولايات المتحدة طائرات مقاتلة في الجو لإسقاطها. لقد أضفنا الآن أصولاً بحرية وجوية إضافية إلى المنطقة للمساعدة في الدفاع عن إسرائيل مرة أخرى. تمتلك إسرائيل نظاماً دفاعياً متنوعاً مخصصاً للتعامل مع مجموعة متنوعة من التهديدات. الأشهر نظام القبة الحديدية المصمم للتهديدات الصاروخية من مسافة تصل إلى 40 كيلومتراً. وتمتلك إسرائيل أيضاً نظام السهم بأجياله المختلفة المصممة لاعتراض الصواريخ البالستية، ويمكن لهذا النظام اعتراض صواريخ حتى خارج الغلاف الجوي، إضافة لنظام مقلاع داود المخصص لاعتراض الصواريخ والقذائف المتوسطة المدى، وكذلك صواريخ كروز.